السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارا وبالضبط شارع طارق بن زياد. كما كتشوفوا معنا شارع طارق بن زياد، الأشغال متواصلة، وعملية الهدم كذلك هي الأخرى متواصلة، واللي كتعلق بمجموعة من البنايات العشوائية. كنظروا إلى عملية الهدم، عملية الهدم اللي كتشمل مجموعة من البنايات هنا في الجنبات ديال شارع طارق بن زياد في اتجاه النقطة ديال القروش، وأي نقطة كتشمل العملية ديال الهدم فمباشرة كتبدأ فيها الأشغال. أي نقطة كتشمل عملية الهدم كتبدأ مباشرة من وراء الأشغال، كما كتشوفوا معنا هنايا عند الطريق الموازية كذلك لشارع طارق بن زياد. الساكنة هنا تمني النفس الصورة النهائية، الصورة اللي غتعطي واحد الجمالية لشارع طارق بن زياد، الصورة اللي كيتسناها الكبير والصغير. فنتمناو من الله الخير والتيسير، هذا هو اللي كاين. كما كتشوفوا كنشوفوا عندنا التراب هنايا، عندنا التراب مخدوم هنا في اليسار هنا، يعني العملية ديال الجارديناج متواصلة، عملية الغرس. هنا كتشوفوا مجموعة من البنايات اللي غتشمل عملية الهدم. نتمناو من الله بحال المساجد يتم تعويضهم، مسجد كبير إن شاء الله اللي يكون هنا في الجنبات ديال شارع طارق بن زياد. كما قلت لكم البلاصة اللي كتخوى من البرار كيبداو فيها الأشغال كيخدموها دغيا. هنا كنقول لهم وكنبغيو ناشدو المسؤولين أنه كما كنشوفو هاد الأشغال بسرعة بعد عملية الهدم، فكنتمنى من الله تسوى الوضعية ديال الأسر اللي باقا في الطريق، تسوى الوضعية ديال الأسر اللي باقا في الطريق باش الأمور تمشي مزيان. هذا هو اللي كاين، لأن إلا تسوت الوضعية ديال هاد الناس هادو فالأمور غادي تمشي مزيانة. كما كتشوفو كاين الأشغال في هاد النقطة هادي. الطريق اللي كانت كتطلع من هنا كانت واحد البنايه هنا في القنت شملاتها عمليه الهدم، ولا الطريق دايره مقاده. هنا عندنا مجموعه من البراريك اللي كنتمناهم الله حتى هما في القريب العاجل ياخذوا الحقوق ديالهم وتمشي الامور مزيانه. كنشوفوا بعض الاشغال عاوتاني هنا في اليسر، يعني كاينه خدمه كبيره في شارع طارق بن زياد، خاص غير تسريع الوتيره شي شويه. وهذه رساله للسيد الوالي، لانه كنتمناو من الله نشوفوا اشغال اللي تكون كبيره باش نشوفوا الصوره النهائيه، لان مجموعه من البنايات كما كنشوفوا في الصوره خاصها تقاد، خاصها يعني الناس يتعوضوا ولا يريبوا يبنيوا، يعني باش الجماليه ديال الشارع تكمل. هذا هو اللي كاين. في الجنب ديال الشارع اللي حنا غاديين فيه هنايا غيكون شارع هنايا بحال الطريق اللي جايه من اسواق السلام، ملي كنوصلوا حدا ميلانو، كنوصلوا حدا ميلانو كنلقاو الطريق الموازيه للشارع، فنفس الامر غادي يكون هنا ان شاء الله، لا من اليمين ولا من اليسار. انتم الاخوان الاشغال هي مستمره عاوتاني، الله يعطيهم الصحيحه ديالهم. هادشي اللي غنقولو تحت اشعة شمس حارقة، نسأل الله السلامة. هاد النقطة هادي تاهي اللي شملاتها عملية الهدم، فغادي يركبو فيها الأعمدة الكهربائية عما قريب. كاين واحد البرنامج اللي غيكون على المدى المتوسط ديال التراموي اللي غادي يطلع من هاد الشارع هذا، وغادي يمشي حتى لتمسنا، غيطلع من محطة القطار تمارا ويمشي لتمسنا.
شارع طارق بن زياد اللي باقي ما سالاتش فيه الاشغال واللي باقي كتسنى اشغال مهمه. هنا كذلك غتكون عند الطريق الموازي لشارع طارق بن زياد، يعني مجموعه من الامور غادي تشمل عمليه الهدم هنايا، واللي كنتمناو من الله ان الوتيره ديال الاشغال تسرع شويه باش نشوفوا نتائج اللي تكون كبيره ان شاء الله. كنشوفو هنا في اليسار ديالنا تحلات واحد الطريق جديدة اللي كانت بسبب البنايات اللي كانت في الجنب هنا كانت مسدودة، فراهم حلو طريق جديدة هنا. يردوا البال مع الإخوان، دابا نديكم على شي حلقة خاصة إن شاء الله. هنا متابعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في انتظار تسويه الوضعيه ديال الناس اللي جاو هنا في الجنبات باش الاشغال ديال شارع طارق بن زياد تكمل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.